أهلا بكم مشاهدينا من جديد في المحور الثاني من الطاولة المستديرة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا غدا في موسكو الوضع في سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن لافروف وديمستورا سيبحثان الخميس موعد وصيغة وقائمة المشاركين في الجولة القادمة من المحادثات السورية في جنيف. وأفاد بوغدانوف بأن ديمستورا ولافروف سيبحثان كذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية كيف ستعمل وبأي تشكيلة، لأنه يجب اتخاذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري. وللحديث أكثر مشاهدينا أرحب بضيوفي السيد من روسيا السيد الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي، ومن ألمانيا دكتور علاء الدين الرشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان. ضيوفي الكرام أهلا بكم. دكتور مسلم شعيتو، لو أبدأ السؤال المحور الثاني من عندك، يعني حقيقة ماذا تمخض عن لقاء لافروف والسيد ديمستورا؟ مساء الخير لك ولمشاهدينا. أهلا بك. بالمبدأ الموقف الروسي واضح وما زال يسعى لإطلاق عملية سياسية في سوريا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة إن كانت ميدانية منها أو سياسية التي كان آخرها الاجتماع في سوتشي للكثير من مكونات الشعب السوري المعارضة منها والموالي أو الذين يعملون في الحياة الاجتماعية والسياسية في سوريا. كان البحث يجري دائما حول طبيعة إطلاق هذه العملية في جنيف وتشكيل اللجان التي تسعى للانخراط بصياغة ما تم الاتفاق عليه إن كان من دستور أو لاقتراح حتى تأخذ بعين تخفيف التوتر والانطلاق بعملية سياسية في سوريا. نعم دكتور مسلم، يعني إذا أنا سألتك بدوري عن هذه الآلية، هل لديكم أي تصور أو فكرة لإقامة هذه الآلية؟ يعني كما قلت تنطلق من نتائج مؤتمر جنيف الذي أخذ بعين الاعتبار كل مكونات هذه القوى السياسية وشكل لجنة تتجاوز 140 شخصا عليها أن تجتمع في جنيف برعاية الأمم المتحدة حكما ومشاركة الدول التي ترغب في السعي لحل سياسي في سوريا من أجل إطلاق هذه العملية، أي صياغة لجنة مصغرة تبدأ بتنظيم عملية الحوار أو الاقتراحات المقدمة من كل الأطراف لصياغتها باقتراح يعود إلى المؤتمر العام والذي قد ينعقد مرة أخرى إما في سوتشي أو في سوريا تحديدا في الشام، يعني في العاصمة السورية. هذا ما ترغب به القيادة الروسية. نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من ألمانيا دكتور علاء الدين الرشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان. مساء الخير دكتور علاء الدين. دكتور علاء، في تحياتي لك ولضيف الكريم. معك، أنا معك. أهلا بك. أنا أسمعك. نعم دكتور علاء، يعني إذا سألتك في نفس السياق نعم دكتور علاء، يعني إذا أهلا بك هناك يبدو صدف الصوت دكتور علاء، يعني إذا ما سألتك في نفس السياق وفي نفس النقطة، يعني الآن اجتماع ولقاء عن بين سيد لافروف والسيد ديمستورا عن مناقشة آخر الأوضاع في سوريا والحديث عن موضوع سوتشي وأسيتانا وإلى آخره، يعني برأيكم في ظل ما يحصل الآن على صعيد الساحتين في سوريا، التصعيد والتصعيد بين روسيا والدول الغربية، يعني ما دلائل كل ما يحدث الآن؟ حقيقة ما يحصل الآن يمكن أن نسميه مرحلة جديدة بالنسبة للشأن السوري، ويمكن أن نطلق عليها لافتة كبيرة، إعادة الاعتبار إلى نظام بشار. هناك محاولات ثلاثية الأبعاد، تركية روسية إيرانية، تهدف وبرعاية دولية ديمستورا تهدف إلى إعادة الاعتبار لبشار من خلال المماطلات التي بدأت تظهر والمقايضات التي بدأت تظهر والتي كلها تصب في كفالة عمر بشار الأسد ونظامه الذي بات لا يختلف اثنان على أنه نظام بلا شرعية. كل القرارات الدولية منذ في 24 شباط
هناك خرج قرار دولي يلزم الأطراف بإيقاف القتال فيما بينها. لم يلتزم لا النظام ولا تركيا ولا روسيا بهذا القرار، بل استمرت العمليات العسكرية مباشرة بعد هذا القرار، وهو قرار خرج كأنه عم يضحك على لحى العالم. كل التحركات التي نراها اليوم هي حقيقة كما أسلفت قبل قليل إعادة الاعتبار لنظام بشار، التكريس، التغيير الديموغرافي يتم رعايته برعاية أممية روسية إيرانية تركية. وديمستورا أصلا كان قد طرح منذ عامين تقريبا 12 بند في جنيف، 12 بند يتضمنون التداول السلمي للسلطة، سورية ديمقراطية، حقوق حق الإنسان السوري. ما نلاحظ أن هذه البنود التي طرحها قبل عامين لم نفعل منها أي شيء، هي عبارة فقط أن مماطلات وإعلاميات تتحرك فقط لمرضات واستمرار هذا النظام الذي فقد شرعيته. اليوم علينا أن نتساءل نحن كسوريين ماذا نقدم لأنفسنا في سبيل أن نوقف من ذلك التواطؤ ومن ذلك الاحتراب الذي كله إن اختلفت صوره يتفق على الإجهاز على الشعب السوري. ماذا حصل في عفرين؟ تغيير ديموغرافي حقيقي. لن نلاحظ السيد ديمستورا يقول على الملأ أن هناك عملية راديكالية متطرفة تقاد من خلال دبابات تركيا تدخل إلى عفرين. لم يقال أن هناك تهجير ممنهج لأهالي عفرين. لم يقال أن هناك مقايضات تتم بين ترحيل أهلنا من الغوطة الشرقية وزجهم في الشمال السوري. ما هو المراد من هذا؟ إذا كان الضامنون ما يسمى بالضامنين الثلاثة اللي هي تركيا وإيران وروسيا لم يتحركوا لحفظ حقوق الإنسان، حتى أخلاق المحتل في القانون الدولي له أخلاق. دخلت تركيا إلى عفرين بأدواتها الراديكالية المتطرفة، لم تقم بحق. هل يليق بدولة تقول أنها من الناتو أن تسلم مدينة إلى عصابات؟ كيف نستطيع أن نثق بديمستورا وبوعوده وبتحالفات هنا وهناك وتم تسليم مدينة بأكملها أهلة وبمؤسساتها؟ ومهما اختلفنا مع أي حزب كان فيها، سلمت مدينة تعتبر، أستطيع أن أقول لك دون مبالغة، هي أوروبا السورية. هذه القرية الصغيرة عفرين استطاعت أن تكون آمنة، فيها تعايش وفيها سلام، سلمت على طبق من ذهب لمجموعة من المرتزقة والقتلة. أين السيد ديمستورا من هذا قبل أن يقول أنه سيتحرك لاجتماعات يمين ويسار؟ إذا نحن لم نفكر كسوريين حقيقة كيف نعيد ترتيب أوراق البيت السوري، فلا ديمستورا ولا ألف ديمستورا سيقومون بأي شيء لسوريا. سوريا تذبح الآن بسكاكين عربية وكردية وتركية أيضا، وعلى رأس هذه الأمور كلها هي الرعاية الدولية وروسيا تحديدا. روسيا التي أسلمت ظهر الأكراد الذين لم يكونوا في طواعية لها في الصفقة التي أرادت أن تعقدها بينهم وبين الإدارة الذاتية، فسلمت الأكراد وسلمت مدينة لفخ دكتور علاء. دكتور علاء يعني خليني انتقل انا مره ثانيه لعند دكتور مسلم شعيط واطلنا عليه. دكتور مسلم، يعني بالاضافه الى كل ما تفضل به الدكتور علاء، يعني هل هناك مشاريع للحل في سوريا، مشاريع روسيه اختلفت عن ما قبل بخصوص الحل السياسي في سوريا؟ ليس هناك لروسيا اي مشاريع متناقضه مع ما طرحته الخارجيه الروسيه والرئيس بوتين. والموقف الروسي واضح، هو وحدة سوريا الجغرافية والسياسية وسيادتها على كل أراضيها. نعم، أنا أوافق على ما قاله الزميل بالنسبة لما يحدث في شمال سوريا، لأن ذلك واضح تماما طبيعة التبادل الأدوار الأمريكية التركية. وهنا كان يجب أيضا أن يذكر الموقف الأمريكي الذي هو أساس كل المشاكل في تلك المنطقة، حيث أقام حكما مستقلا لبعض الجماعات في منطقة وترك الآخرين من أجل فريسة أمام التركي. إذن لابد من الأخذ بعين الاعتبار المشكلة في سوريا هي التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، إن كان أقليميا أو إن كان عربيا، وذلك بدون عودة للسلطة الشرعية ومقررات الأمم المتحدة. مقررات الأمم المتحدة واضحة تماما، تدين أي تدخل دون واعز قانوني، وتعتقد وتقول أنه يجب أن تستمر العملية الأمنية في سوريا لمكافحة هذه المنظمات التي ترعاها هذه الدول.
بالإضافة إلى العمل من أجل الحوار السياسي بين مكونات الشعب السوري. وهنا المسألة الأساسية هي أن تنطلق هذه العملية السياسية ما بين مكونات الشعب السوري إن كان في جنيف أو في سوتشي أو في غيرها. طيب هنا دكتور مسلم، يعني اسمح لي أن أقاطعك، يعني نقطة في غاية الأهمية، هناك اجتماع بين الثالوث الستاني في الرابع من نيسان، يعني يبدو أن روسيا مصرة بأخذ تركيا إلى صفها، وكانت عفرين بداية الخطوة لهذا الأمر إن صحت التسمية. يعني وكأنك تلمح وكان هناك صفقة مع تركيا. تركيا في منطقة شمال سوريا الصفقة تتم فقط مع الأمريكي الذي يتحكم بكل هذه الجغرافيا هناك، وهذا واضح من قواعده الكثيفة التي بناها في منطقة شمال شرق سوريا. إذن روسيا كانت تسعى من أجل ضم تركيا لعملية سياسية. لما لتركيا من تأثير واضح في هذه المنطقة بحكم كونها قريبة منها وحدود مشتركة فوق 500 كيلومتر. تسعى روسيا وانتزعت من الحكومة التركية اعترافا خطيا في اجتماع 16 آذار الماضي في أستانا ما بين الترويكا الإيرانية والتركية والروسية، انتزعت من التركي اعترافا بوحدة سوريا وسلامتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو اقتطاع جزء من أراضيها، وهذا شيء مهم. لكن التركي تصرف نتيجة لما نشأ في شمال هذه المنطقة، في شمال سوريا تحديدا، لما قلت سابقا من الصراعات التي تطمح منها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة لاقتطاع جزء من سوريا وبناء قاعدة هناك تستعملها ضد كل دول المنطقة. نعم دكتور مسلم، ولكن إذا لاحظنا جيدا الأمور على الأرض، يبدو أن روسيا يعني استخدمت مناطق نفوذها كي تسحب تركيا من دول الناتو، وخير شاهد على ذلك تواجد الأتراك وبناء نقاط واحتلالها لمناطق تحت النفوذ الروسي، ليس هناك يعني على أقل تقدير خاضع للحماية الروسية في إدلب والباب. ليس هناك نفوذا روسيا في شمال سوريا، لكن هناك محاولة للوقوف ما بين الأطراف المتصارعة التي تثق بالموقف الروسي. ولكن عندما تشتبك هذه الأطراف فيما بينها، روسيا ليست طرفا في الصراع في منطقة الشمال السوري، تحاول حفظ الأمن. لكن التوتر الذي حصل بعد إنشاء الكيان الأمريكي هناك، وهي حليفة لتركيا، تركيا بدأت تتخوف بشكل يعني قد يتفهم قليلا ولكنه ليس مفهوما، هذا التدخل الذي نرفضه تماما نحن في روسيا، ونعتبر أن ذلك ليس مبررا أبدا أن تحتل جزء من الأراضي السورية بغض النظر عن هواجسها أيضا التي ليست مبررة بالمطلق، لكنها مبررة شيئا ما، لأن ما يسعى إليه الولايات المتحدة هناك هو سيتضرر منه كل دول المنطقة، إن كانت سوريا وتركيا والعراق وحتى إيران وروسيا لاحقا. هذه هي المشترك، القواسم المشتركة بين روسيا وتركيا. وروسيا تعرف تماما أن أي انهيار للكيان السوري تماما حكما سينعكس على تركيا، ومن ثم سينعكس على دول الاتحاد السوفيتي السابق ومنها روسيا. هذا هو القاسم المشترك بين تركيا وروسيا. طيب يعني دكتور مسلم، يعني في هذه النقطة هل هناك ملفات أو أهداف يتم رسمها وإعادة ترتيبها في المؤتمر المقبل في الرابع من نيسان بين هذه الدول روسيا إيران تركيا؟ يعني هو استمرار لما كانت اتفقت عليه هذه الدول ونجحت في مناطق تخفيف التوتر التي انعكست إيجابيا على سكان هذه المناطق وأعطت نوعا من الاطمئنان الاجتماعي والسياسي. وأيضا لا ننسى أن هذه الدول هي الدول الأساسية الفاعلة في سوريا، حيث تمتلك علاقات مع كل الأطراف المتصارعة باستثناء المنظمات الإرهابية التي لا يمتلكون معها أي علاقة، ولكن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي قررت القضاء على هذه المجموعات وتلتزم بها روسيا حتى الآن مع السلطة الشرعية. نعم تستطيع هذه الدول أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة في سوريا، وخاصة بعد خروج المسلحين من الغوطة الشرقية. أي أعتقد أن مؤتمر المقبل سيطرح بداية للحل السياسي وليس حلول أمنية كما كان سابقا، أي سيقترح نوع من تشكيل لجان تساعد مؤتمر جنيف أو لقاء جنيف
من أجل الانطلاق بالعملية السياسية. نعم دكتور علاء الدين الرشي، بالعودة إليك، يعني أنت كيف تقرأ بدورك يعني تحرك تركيا؟ هل هي تتحرك مع روسيا في الملف السوري أم مع يعني مع الولايات المتحدة، أو توافق وتتوقف في الرؤى مع الدكتور مسلم شعيتو؟ أعتقد أن يعني الدكتور مسلم تحدث بعض المتناقضات في كلامه. قال هو قد يتفهم الموقف التركي من مخاوف الكيان الأمريكي الموجود في الشمال، ولكنه غير متفهم. أنا لم أفهم هذه العبارة مع تقديري له طبعا، لكن أنا أرى أن الأمور تسير في كما أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام عندما تم تسليم حلب برعاية تركية روسية للنظام السوري، قالوا أننا نحن متفقون وإن اختلفت بعض المفردات بيننا وبين تركيا، مختلفون ثلاثتنا أي روسيا وإيران وتركيا على مقاومة الإرهاب، والإرهاب كل واحد يفسره، روسيا تفسر الإرهاب هم بأهل الغوطة، وتركيا تفسر الإرهاب بالأكراد، والجميع يتوافقون على كما أسلفت لك هي مرحلة إعادة الاعتبار لبشار. إذا نحن أمام مفارقة، كيف يقول متفهم ولكنه غير مفهوم؟ وأمريكا حقيقة في منطقة الشمال في عفرين تحديدا كانت هي تحت رعاية روسية ولا أحد يستطيع أن ينكر، وكانت الشرطة العسكرية موجودة في الساحات العامة في عفرين وفي المناطق المفصلية والحساسة في عفرين، فلا يمكن أحد أن يقول أنها كانت برعاية أمريكية. ونحن لا ندافع عن أمريكا، أنا بالنسبة لي يستوي المحتل الأمريكي والروسي والتركي وكلهم في الهواء سواء، والإيراني كلهم في الهواء سواء، كلهم يتلاعبون ويتاجرون بالدم السوري. لا أستطيع أن أفهم أنا كيف يقول الأخ الدكتور مسلم يقول أن روسيا تدعم بأنه لا للتدخل الخارجي لسوريا، وهم يدعمون الآن التدخل التركي الشرس في عفرين وفي المناطق التي يعني بالفعل تم يتم تأصيل ما يمكن. دكتور علاء يعني ولكن دكتور مسلم قال لا يوجد هناك فرق بين روسيا وتركيا في هذه النقطة، لا يوجد صفقة في هذا الموضوع. كيف يعني لا يوجد صفقة؟ ما يعني هو يعني قال أنه هو تحدث بأنه لا توجد هناك صفقة بين روسيا وتركيا كيف لا بخصوص سوريا. روسيا صرحت منذ أيام أننا نتجه بجزيل الشكر إلى شركائنا للانتصارات التي حققناها في الغوطة من الأتراك، هم توجهوا وهناك صفقة واضحة يعني تبادل من أجل التغيير الديموغرافي. الآن أهلنا في الغوطة الشرقية في يرحلون إلى الشمال، ومن بين المناطق المستهدفة هي عفرين، لولا عيون أردوغان ما كان استطاع أن يصل إليها أهالي الغوطة الشرقية. بأي حق يرحل منطقة إلى منطقة؟ هذا تغيير ديموغرافي برعاية روسية، علينا أن نقر بذلك. عندما نبدأ نفكر من هم الذين بالفعل يدعون أنهم الضامنون ولكنهم هم الذين يسهمون في تخريب نسيج البلد أكثر وأكثر. أعود إلى نقطة أساسية، أنا لا أسلم به إلا بوعي الشعب السوري بكل مكوناته. اليوم باتت روسيا بصمتها عن الجرائم في التركية في عفرين هي شريكة للقتل. هل تستطيع أن تقنعني أنه لولا الضوء الأخضر الروسي تستطيع أن تتحرك تركيا في الشمال الذي هو كان بضمانة تركيا بضمانة روسية؟ روسيا كانت لم تكن أمريكا طيب. موجودة في مناطق عفرين لولا أن طيب. روسيا نسقت مع تركيا هنا في هذه النقطة العسكر. اسمح لي دكتور علاء في هذه النقطة، يعني الدكتور مسلم في ظل الأزمة التي تعيشها روسيا مع الدول الغربية ودول الناتو، يعني تبدو تركيا قريبة منها أكثر من أي وقت مضى. يعني ما حققته روسيا في سوريا كان نتيجة تنسيق مباشر بين روسيا وتركيا. نعم أعيد وأكرر، إذا كانت روسيا تتفهم الهواجس التركية نتيجة للمشروع الأمريكي في منطقة شمال شرق سوريا، لا تفهم أي لا توافق على هذه العملية العسكرية الواسعة التي قامت بها القوات التركية وشملت مناطق خارج ما تعتبره خطر على حدودها من هذا الكيان. بالإضافة ليست روسيا التي تعقد صفقة مع تركيا، هي الولايات المتحدة التي خلقت بيئة واضحة تماما لأن تبرر هذه الاندفاع التركية، وحاليا تركيا تحاول التدخل في العراق، وهناك واضح تماما السلطة الأساسية في هذه المنطقة ترتبط بشكل أو بآخر بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن المشكلة هناك
هو الوجود الأمريكي غير شرعي الذي دفع كل أطراف الصراع في المنطقة للتخوف منه والتصرف كما يحلو لها دون موافقة روسية أو دون مباركة روسية. هذه صراعات ما بين العناصر الأساسية التي صارعت في سوريا هي تركيا والولايات المتحدة ومن دعم المنظمات الإرهابية. لا يجب أن نستثني أبدا أي مكون من هذه الدول، بالإضافة إلى أننا نرفض تماما أي تغيير ديموغرافي في سوريا، لأن سوريا ستعود حكما إلى سيادتها ووحدة أراضيها، وروسيا كانت تسعى دائما لطمأنة أغلب المكونات للشعب السوري. ونحن نشهد في منطقة حلب أرسلت كما قال الرئيس بوتين أرسلت وحدات سنية من الجيش الروسي لكي تقدم نوع من الاطمئنان للمكونات هناك، وهي التي بدأت بإعادة إعمار المساجد التي دمرتها المنظمات الإرهابية. إذا روسيا تسعى في هذه الخريطة المتداخلة والمتشابكة والمعقدة لأن تكون عامل استقرار ما بين الأطراف، ولكن عندما تحتدم هذه الصراعات ما بين الأطراف المتصارعة خاصة التي ترتبط بالتحالف الدولي وتركيا، لا تستطيع روسيا أن تكون وسيطا بين دول الناتو فيما بينها. تحاول قدر المستطاع التفاهم السياسي لما يجري هناك، لكنها ترفض تماما هذا التدخل وهذا الاحتلال. نعم دكتور علاء، بالعودة إليك، يعني استمعت إلى الدكتور مسلم، روسيا تسعى في هذه الخريطة والمشهد المعقد بأن تكون عامل استقرار في سوريا. يعني أنا أشكر الروس وأشكر الرئيس بوتين على أنه أرسل يعني مجموعة من العسكر السنة لبناء المساجد، ولكن نحن لا نريد أحد أن يبني المساجد. سوريا ليست بحاجة إلى بناة للمساجد، سوريا بحاجة إلى دول مسعفة توقف الدم، لسنا بحاجة إلى عمران المساجد. المساجد يمكن أن يعمرها أهلها. المزيد من الطمأنينة هي أن توقف روسيا الدعم الحقيقي والشرعي والتنسيق المباشر وغير المباشر مع تركيا. عليها أن تقف موقف مفصل. هي تقول أنها مع السيادة التركية مع السيادة الروسية، ولكننا نرى أنه الآن في عفرين وفي المناطق في الشمال بدأت ترفع صورة السيد أردوغان، وبدأ بالإجبار أو بالاقتناع من الخوف أو بالإكراه غير المصرح به بدأوا يرفعون صوره ويهتفون باسم أردوغان. هذه البلاد إذا كان السيد ديمستورا والضامن الروسي يسعون بالفعل إلى حياة ديمقراطية، هذه المظاهر هي تكرس المزيد من الاحتقانات. اليوم برعاية روسية وبرعاية تركيا بدأوا يدخلون إلى بيوت المواطنين في عفرين، ومن وجدوا عنده كتابا باللغة الكردية اعتقلوه بحجة انتسابه إلى الأحزاب التي بين قوسين ينسبونها بالإلحاد والانفصال. وهذا جهل كبير أيضا، ومزيد يؤدي إلى مزيد من الدم والاحتقان والقتل المؤجل، حتى وإن كانت الصورة الآن بدأت تميل لصالح الفصائل الراديكالية التي دخلت برعاية تركيا وبتواطؤ روسي واضح. نحن نتحدث الآن أمام أزمة لا نريد أن نضع. أنا أشكر الدكتور مسلم أنه يتحدث يقول أن روسيا أرسلت قوى سنية، لا نريد سنة، نحن لا نريد أيضا لا شيعة ولا شيعة. عندنا أكداس من المجانين وردوا إلينا من كل المكونات إلى سوريا، لا نريد أحد، نريد فقط إن كانت روسيا جادة في أن تكون ضامنة أن توقف الدم. وفي رأس القتلة هم الآن دول الجوار، بشار الأسد في دمشق وأردوغان في على الحدود السورية. لا يمكن أن تكون ضمانة حقيقية دون أن نكف يد الإيرانيين من التدخل في الغوطة الشرقية والتغيير الديموغرافي الذي يتم بالتنسيق بين هذا الثلاثي. كلما سقطت مدينة برعاية روسية تركية كلما تداعوا إلى اجتماع. قبل سنتين وعندما أكرر تم تسليم حلب للنظام تداعوا أيضا لتسليم لمثل هذا الاجتماع والتحدث عن سوريا التي يريدونها. نحن لم نعد نرى سوريا إلا أنها سوريا مجموعة من الجماجم التي يقود ذلك التواطؤ الروسي مع التركي مع الإيراني على شعب كل إثمه سواء كان في الشمال السوري أو في الداخل السوري كل إثمه أنه يريد أن يحتكم إلى شرعة صناديق الاقتراع وحرية والحرية وحقوق الإنسان. روسيا إذا كانت جادة حقيقة والسيد بوتين إذا كان جاد، نحن لسنا بحاجة إلى أي أمر خارج عن إطار إيقاف الدم وعملية سلمية تتم بإقالة بشار والعدالة الانتقالية وإيقاف أردوغان من
التغيير الديموغرافي الذي يقوده. طيب هنا في هذه النقطة دكتور علاء اسمح لي أن أعود إلى دكتور مسلم، يعني بالحديث عن موضوع التغيير والتبادل السكاني، يعني الآن في الغوطة الشرقية تتم بموافقة ورعاية روسية للمفاوضات بخروج يعني أهالي مدينة الغوطة إلى شمال سوريا. دكتور مسلم، يعني أولا إذا كنا نتحدث عن منطقة الغوطة التي يسكنها ما يقارب 400,000 شخص الذي خرج من المسلحين وعائلاتهم لا يتجاوز حتى الآن حوالي 7,000 شخص، إذن هذا ليس تغييرا ديموغرافيا، هذه مجموعات مسلحة أرادت أن تستمر في العمل العسكري كما هي تدعي من أجل ثورة وما إلى ذلك، خرجت مع أهلها إلى تلك المناطق الأخرى التي تعتبرها مناطقها من حيث الانتماء السياسي. إذن ما جرى ليس تغييرا ديموغرافيا، بالعكس هو إنقاذ هذه المنطقة من المنظمات المسلحة التي لم تلتزم بوقف إطلاق النار واستمرت بقصف العاصمة تحديدا، وهناك شهداء كثر في عاصمة دمشق نتيجة لاستعمالهم الصواريخ والقذائف الهاون. وأعتقد أن ما يجري في الغوطة الشرقية سيكون عمليا لاحقا عملية سلمية تعيد كل أهاليها إلى هذه الغوطة بعد التخلص من المنظمات الإرهابية والعمل على بناء البنية التحتية، وهنا روسيا ليست بعيدة بمشاريعها وإمكاناتها وتقديمها المساعدات من أجل عودة البنية التحتية إن كانت اقتصادية أو اجتماعية أو خدماتية إلى هذه المنطقة. هذا هو الهدف الروسي، بالإضافة إلى أنني لابد والإجابة على أن اللقاءات في الأستانة لا تقتصر على رد فعل على حدث سياسي أو أمني في سوريا، هذه اللقاءات استمرت وما زالت مستمرة، وكما قلت سابقا الاجتماع الأخير تم انتزاع موقف تركي واضح مكتوب أنه يحترم سيادة ووحدة الأراضي السورية. ما يجري في الشمال أعيد وأكرر هو نتيجة لسيناريو أمريكي تحاول توتير المنطقة منه، وحكما الإدارة التركية ليست بعيدة عن هذه المشاريع بعد فشل مشروعها العام في كل سوريا. دكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي، شكرا لك، وشكر موصول لك أيضا دكتور علاء الدين الرشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان. مشاهدينا نشاهد هذا التقرير سوية ومن ثم نعود. أفادت صحيفة العربي في تقرير لها نشرته الأربعاء بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أرسل وفدا مخابراتيا إلى تركيا لوقف التصعيد التركي تجاه عملية عسكرية محتملة على قضاء سنجار. وقالت الصحيفة أن قضية تمركز مقاتلي حزب العمال الكردستاني بقضاء سنجار شمال العراق وتهديد تركيا بشن عمل عسكري ضدهم هناك تحولت إلى صداع مزمن لرئيس الوزراء حيدر العبادي في فترة بالغة الحساسية توظف فيها أي أزمة مهما كان حجمها في الدعاية السياسية ضمن المعركة الانتخابية الأشرس من نوعها التي سيخوضها العراق في أيار المقبل. الصحيفة أضافت أن تنفيذ تركيا لوعيدها بالتدخل عسكريا في العراق سيكون بمثابة ضربة قاضية للعبادي الذي سيكون متهما من قبل خصومه ومنافسيه بالتفريط في سيادة البلد وعدم القدرة على صون حرمة أراضيه، وهو الذي يقيم دعايته السياسية على قيادته الموفقة للحرب ضد تنظيم داعش واستعادة المناطق العراقية من سيطرته. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد رفضه لأي تدخل عسكري تركي داخل الأراضي العراقية، فيما دعا ائتلاف دولة القانون إلى ضرورة عدم المساس بالسيادة العراقية من قبل أي دولة كانت، داعيا الحكومة لمواجهة تركيا بالورقة الاقتصادية. نعم مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من أربيل دكتور صابر إسماعيل عضو المجلس العام في حركة التغيير. دكتور صابر مساء الخير. دكتور صابر مساء الخير. نعم دكتور صابر، يعني حقيقة يا ريت يعني لو تحطنا في صورة مجمل الأوضاع الآن، يعني حديث عن زيارة وحديث عن تصريح بأن
تركيا ستقوم بعمليات، يعني نريد منك اطلعنا على آخر المستجدات في هذا الموضوع. دكتور صابر، دكتور صابر تسمعني؟ ألو، نعود إلى الدكتور علاء الدين الرشي. دكتور علاء، بالعودة إليك مجددا. دكتور علاء تسمعني؟ نعم أسمعك، أهلا وسهلا. يعني إذا ما تحدثنا عن الموضوع التركي وتهديده بدخول المناطق، يعني حقيقة إذا ما سألنا عن آخر المستجدات وما يحدث الآن على الساحة العراقية، يعني يبدو أن في القانونيون يقولون السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. عندما تتحكم عقلية الفرد في مفاصل الدولة، من الممكن أن يورط دولته بما لا تطيق. تركيا الآن ما زالت تغرق وتغرق وتغرق دون أن تشعر. هي التي كانت تريد أن تقول تركيا صفر مشاكل، الآن هي تركيا أم المشاكل وتدخل في صدام مع دول الجوار بحجج واهية. أنا لدي استفسار وأنا جاد فيه وأرجو أن يصل إلى السيد أردوغان وإلى الحكومة التركية. ما دام هم دائما يصرحون على ولائهم للإسلام وأنهم يتحدثون بالإسلام، ألا يجدون حل إلا العسكر؟ ألم يأمرهم القرآن الذي يقرؤونه أن يجنحوا إلى السلم؟ ألم يأمرهم بأن يكونوا عوامل وأدا للفتنة وعدم منع وجود الدم؟ أليس هذه من أخلاق المسلم؟ أم أنها هي فقط تجارة إعلامية ودعايات انتخابية؟ وهي ضحك على العقل العربي والتركي والكردي المسلم الدرويش الذي يبحث عن مخلص، فيأتي رجل يتلو له بعض الآيات ليشعره أنه يملك قوة ويملك شرعية دينية. هل هذه التوغل التركي في العراق، هل هذا من أدب الجوار في الإسلام؟ وإذا كان هو يدعي أنه بالفعل مع مسلمي روهينجا، أليس الأولى أن يكون مع مسلمي العراق الذين هم من جيرانه وأقاربه؟ وأليس الأولى أن يفكر بحلول بعيدا عن الدم والاحتقان وزيادة؟ ألا نعلم نحن كلنا في علم العمران الإنساني وبنيان المجتمع يقولون لك الدم لا يأتي إلا بدم والدم يتغذى بدم. إلى متى تسيطر على السلطة المطلقة في تركيا عقلية الدم والعسكرة والدخول إلى أماكن دكتور صعب؟ دكتور علاء اسمح لي أن أعود إلى دكتور صابر. دكتور صابر مساء الخير. مساء الخير. نعم دكتور صابر، يعني إذا سألتك عن الزيارة والحديث عن القيام بعملية عسكرية، حقيقة باتت الصورة ضبابية، يعني نريد منك أن تطلعنا على آخر المستجدات في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد طبعا تركيا بعدما سيطر حزب العدالة والتنمية على السلطة، بدأ أن هذا الحزب الإسلامي أصلا لا يحترم أي يعني شرعية إسلامية وأي قوانين عالمية وقوانين دولية، وهذا ما نراه من السيد أردوغان. فقتله في عفرين وكذلك احتلاله لجزء كبير من أراضي يعني دولة سوريا الجارة، هذا مخالف للشرائع السماوية. وأيضا استقطاعه جزء أو تواجد قواته في مناطق كثيرة من كردستان العراق، أيضا هذا مخالف للقوانين الدولية والدساتير العالمية والشريعة الإسلامية. فيبدو أن أردوغان فقط هو متسم بالإسلام وليس من المسلمين، لأنه دائما ينزف الدم من الجسد الإسلامي. وأنا أقول دكتور صابر، يعني سؤال يطرح نفسه، هذا التزاحم الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة، يعني ماذا يحدث بالضبط؟ طبعا هذه العلاقة الدبلوماسية حقيقة السيد العبادي يعني أظن أنه مجبر على ذلك، لأنه حاليا غير قادر، لأنه هو الآن أمام يعني الانتخابات فلا يعرف كيف يتصرف. الآن ليس بإمكانه أن يحرك القوات العراقية نحو هذه المنطقة لأسباب كثيرة لطرد يعني القوات التركية.
ولكن إذا ما تم التعاون بين الشعبين الكردي والعربي، أي بين القوات العراقية وكذلك الشعب الكردي برمته، لا حزبين أو حزبين ولا القوات الكردية حاليا، وإنما بين الشعب الكردي، الشعب الكردي شعب أصيل ووفي للدفاع عن العراق كما دافع عن حقوقه، فبإمكانهما أن يطردا القوات التركية في الأراضي العراقية وأن يحميا الحدود العراقية التركية من يعني كل ما هو مكروه للجانبين. ولكن تركيا نعم. بحجة يعني حزب العمال صابر، ولكن من خلال مشاركة محللين سياسيين كثر معنا من العراق يعني تفضلوا وقالوا بأن هناك جهات مستفيدة من ما يحدث الآن، وأن هناك يعني والسيد عبادي رافض لهذا الأمر، ولكن تركيا صرحت بأنها أبرمت اتفاق مع السيد عبادي في هذا الخصوص بخصوص عملية عسكرية تجاه شنغال. نعم دكتور صابر تسمعني؟ يبدو فقدنا الاتصال. دكتور علاء يعني دكتور صابر تفضل. دكتور صابر لا تخلو من الدواعش. نعم تفضل تفضل. لا تخلو من الدواعش. مسألة يعني الهجوم على جبل سنجار، الآن حزب العمال الكردستاني قد ترك هذه المنطقة احتراما للسيادة العراقية وتوجهت إلى منطقة أخرى، إلا أن تركيا تريد أن تحتل هذه المنطقة. لماذا تركيا تريد أن تحتل هذه المنطقة؟ حتى دائما يعني تعرضها على العراق متى ما شاءت، يعني أن تملأ هذه المنطقة يعني بالدواعش، وذلك لضرب سوريا ولضرب العراق، ونحن نعرض ذلك جيدا. وكذلك أيضا تريد تركيا يعني التوجه نحو جبل قنديل لطرد حزب العمال الكردستاني، حتى أيضا يعني ينشر في هذه المنطقة خلايا داعشية بل قوات داعشية أو أي قوة إرهابية تجاه يعني دول الجيران ولا سيما إيران. فلذلك لا بد من التصدي لمثل هذه المؤامرات الدفينة من قبل تركيا. ربما يعني أن أيضا إيران تشعر بذلك، ولكن صبر إيران في يوم ما قد يعني ينفد على ذلك، فأنا ذاك أيضا لإيران يكون له كلام أو رده على تركيا. نعم دكتور علاء، يعني أنت كيف تقرأ الصورة الآن؟ أنا أقرأ أن هناك وإن كان نوع من التوتر أو التصاريح الإعلامية المتبادلة، حرب الإعلام بين تركيا وبين السيد العبادي بغداد، لأن هناك غزل ضمني، فكل ما يتعلق بالشأن الكردي من الممكن أن يتم التغاضي عنه ومنحه شرعية لأي جهة تريد أن تعتدي على الوجود الكردي تحت أي أمر أو ذريعة. ما هو مطلوب حقيقة، لا يمكن أن نقول أن حكومة لا تستطيع أن تفرض سيادتها مثل بغداد. وعندما أعلن أقليم كردستان الاستفتاء السيد البرزاني استطاعت أن تتحرك القوات بشكل كبير جدا، وأعلن الجهودية للدخول إلى كل المناطق الكردية. اليوم هناك شبه يعني نية احتلال من قبل الأتراك، أليس هؤلاء؟ طيب هل سيكون هناك يعني توافق بين الأتراك والعراقيين ضد الكرد؟ أنا أفرق بين السياسات الخاطئة وبين الشعوب. الشعب الكردي أو الشعب العراقي فيه كثير من المصاهرات وشائج القربة ونسيج الاجتماعي. أنا أتحدث الآن عن سياسات السيد العبادي. لا يمكن أن أعتقد بصوابية أو بصحة ما يقوله أنه لا يمكن أن يوجه قوى لحماية شنغال أو لحماية المناطق هناك بحجة أن أسباب لا أعرف ما هي أو هو يمكن أن يبررها. نحن الآن أمام عمل عسكري ربما تقدم عليه تركيا، وهذا العمل العسكري إذا صح لا يمكن أن نقول لا نستطيع. العاصمة العراقية تحركت على أبسط من ذلك عندما أراد الأكراد أن يعبروا عن إرادتهم الشعبية في الاستفتاء. ألا يجدر أن تتحرك عندما تتحرك قوى عسكرية من دول مجاورة لحماية أهل تلك المناطق؟ أما أن الدم الكردي رخيص إلى هذا الحد ويمكن أن يتفهم اعتداء ولا يمكن أن نتحرك. قوى الحشد الشعبي ماذا تعمل الآن؟ هناك معضلة حقيقية تقودها تركيا. الحشد الشعبي ما شاء الله قوة جبارة ومنظمة، والسيد السيستاني ممكن أن يصدر فتوى يقول أن الأكراد ملائكة وعلينا أن نحميهم، وليتوجهوا إلى هناك لملاقاة الجيش التركي أفضل من أن يقولوا لا نستطيع. الآن أي أغضاء طرف على أي تدخل تركي في داخل العراق
حقيقة أو بما يمس الأكراد حقيقة هو مزيد من التغول التركي بما لا يخدم أي مكون. إيران تنسق مع تركيا، هذا بات واضحا. كل ما يحصل في منطقة سوريا والعراق هو بالتنسيق الإيراني التركي أولا وقبل كل شيء، لأن إيران إذا كانت تقول أن لصبرها حدود فماذا بعد أن تنوي بلد أن تحتل بلد مثلا وإدارتها تابعة لإيران. طيب دكتور علاء، يعني هل من الممكن أن تضغط إيران باتجاه توافق بين أنقرة وبغداد بشأن حرب على المقاتلين الكرد؟ ممكن، السيناريوهات السياسية أستاذ لا يمكن أن يعني خاصة في منطقتنا نحن كقارئي للفنجان أو البصارة أو الكف لا يمكن أن تتنبأ 100%، لأن ما تقوله أنت أو أنا أو تقوله الوكالات الإعلامية والتحاليل الدولية تجد أن يتحرك السياسيون عكسه أو ضده أو العسكر يقومون بعمل آخر، كل الاحتمالات مفتوحة. لكن هناك ينبغي صوت، ينبغي أن يوصل إلى صناع القرار أن اللعب علينا كشعوب لم يعد محتملا. نحن نعرف أن هناك تنسيق ضمني معلن أو غير معلن بين أنقرة وبين بغداد وبين طهران، لأن الأمر يتعلق بالأكراد. الذي هددهم يوما من الأيام وقال يستطيع أن يردهم إلى الجبال اليوم دكتور تحت ذريعة ثانية. نعم دكتور علاء، دكتور علاء أطلنا على الدكتور صابر، اسمح لي أن أعود إليه. دكتور صابر، يعني بخصوص شنغال يبدو أن النوايا والعملية التركية فشلت بعد انتشار الجيش العراقي هناك. دكتور صابر، أعيد السؤال. يعني قلت لك بخصوص شنغال يبدو أن النية أو العملية العسكرية التركية فشلت بعد أن انتشر الجيش قبل أن تبدأ، يعني انتشر الجيش العراقي هناك. نعم صحيح، يعني بعدما يعني انتشرت ألوية عراقية في هذه المنطقة بدلا من قوات حزب العمال الكردستاني، المفروض أن تركيا يعني لا تتحرك نحو هذه المنطقة، ولكن يعني تبدو أن تركيا غير مطمئنة فتريد التحرك بحجة أن بقايا حزب العمال الكردستاني موجود في هذه المنطقة. أنا قلت يعني تركيا نواياها طبعا لها يعني نوايا في العراق. دكتور صابر، ماذا تقصد بالبقايا؟ طبعا تركيا يعني تريد يعني أن تقترب من مدينة الموصل، يعني حينما كانت سابقا يعني تدعي بأن هذه المدينة هي مدينة تركية، والتاريخ يعني في التاريخ يعني معروف، إلا أن كان يوم ذاك للكرد دور كبير على إرجاع هذه المدينة إلى العراق. فاليوم يعني أردوغان يحلم بنوايا الدولة العثمانية لإعادة أو لإرجاع هذه المدينة إلى حضن التركية، ولكن وهو متوهم لأن العراق بعربه وكرده أبدا لا يقبلان بذلك، إلا أن العراق حينما دخل في حرب ضروس مع داعش فتركيا استغلت يعني ذلك، وأيضا ساعدت داعش على قتال العراقيين بل على قتال إخواننا الشيعة في كل من سوريا والعراق لإضعافهما. إلا الآن الحمد لله العراق يعني نحو يعني يتجه نحو القوة، والجهود تتضافر لكل المؤامرات التي تريد النيل من العراق. نعم دكتور صابر، يعني محاولات أردوغان ببسط نفوذه داخل الأراضي العراقية، يعني علما بأن هناك تواجد لأمريكا والناتو، يعني ما موقف ما سيكون في هذه الحالة؟ والله هذه هي النقطة الرئيسة والمهمة، لأن أنا يعني أيضا قلت ليس أردوغان إلا نبتة أمريكية مغروسة في جسد الدولة الإسلامية في هذه المنطقة لضرب جميع الدول الإسلامية أو ربما الشخصيات والملوك، كل من لا يريد أن يستسلم للمصالح يعني الأمريكية. فتركيا لحد الآن في حلف الناتو، فتركيا يعني تدعي بأنها مثلا تعادي أمريكا أحيانا يعني من أعمالها، ولكنها لا تزال تركيا هي عضوة في الناتو، وكما أن دول الناتو أيضا ساعدت تركيا في احتلال عفرين حينما هاجمت على عفرين مع قوات مع بقايا من الإرهابيين في كل من مدينة الرقة ومنبج وإدلب،
طبعا بمساعدتهم قد تمكنت من التوصل إلى مدينة عفرين، أن دول الناتو قد سكتت عن ذلك، مع العلم قبل ذلك كانت دول الناتو يعني تمدح قوات يعني القوات الكردية في سوريا. فلذلك يعني نية أردوغان حقيقة تبدو نية غير سليمة، ونية طبعا لها أضرارها في المستقبل بالدرجة الأولى على سوريا والعراق، والثانية على إيران. نعم، يعني دكتور صابر، أردوغان يحاول السيطرة على الشنغال، يعني هل واحتلالها، هل من الممكن أن يحتلها ويستخدمها فيما بعد كقاعدة لشن هجمات على شمال سوريا، علما إنها تقع في مكان استراتيجي دكتور صابر في خاصرة الشمال؟ نعم، يعني هذا هو النية يعني أردوغان، فيريد يعني أن يوسع قطعها الجغرافية على حساب سوريا والعراق باعتبارهما دولتان ضعيفتان في الوقت الحاضر. ثم أن تركيا تريد يعني هذه هي الحقيقة، تركيا بمساعدة بعض إخواننا في كل من سوريا والعراق تريد يعني السيطرة على هذه المنطقة وضمها إلى تركيا لطبعا مصالح يعني تركيا، وكذلك أيضا يعني مصالح أخرى ربما تتعلق بمصلحة أمريكا أو غير أمريكا. ولكن يعني يبدو أن تركيا لا تستطيع يعني أن تحتل هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي منطقة ساخنة ومنطقة نار، فهناك القوات الكردية وهناك قوات عراقية وإلى آخره. فتركيا أيضا ربما أردوغان يريد أن يبعد القوات العسكرية عن تركيا كصدام حسين، لكي دائما هذه القوات بعيدة عن المؤامرات والإنقلابات. يعني شخصية أردوغان كشخصية صدام حسين في مسألة التوسع وفي مسائل أخرى شبيه بهذا الرجل. فلذلك أنا أرى مستقبل تركيا إما يجب أن تكون تركيا ديمقراطية حرة، وإما نجد نعم. تركيا متفككة وإلى آخره. نعم دكتور علاء، بالعودة إليك، يعني أنت كيف تقرأ موقف حكومة إقليم كردستان وأحزابها السياسية في هذه المرحلة من العدوان التركي على إقليم كردستان العراق وعلى إقليم عفرين السوري؟ يعني أنا أدعو حكومة إقليم كردستان إلى المزيد بالفعل من ترتيب أوراق البيت الذاتي بعد الضعضعة الكبيرة التي حصلت لها في الآونة الأخيرة، وعليهم أيضا أن يتمتعوا يعني بحس يتوافق مع المتغيرات التي تقودها تركيا. تركيا حقيقة تفكر في استراتيجية توسعية، وعلى حساب أولا وقبل كل شيء الأكراد. هناك نقطة مهمة جدا في للفيلسوف محمد إقبال في كتابه الشوارد، يقول إذا أردتم أن تحلوا قضية معضلة في أي مجتمع فابدأوا بالأقليات. يبدو أن السيد أردوغان لا يعرف هذا القول ولا يعرف سنن بناء المجتمعات. أوروبا قامت على أساس السلم الأهلي بعد أن أنصفت الأقليات، فما بالك بالأكراد وهم من أكبر الأقليات الموجودة في الشرق الأوسط، أو هي ثاني أقلية، أو هي مكون منافس للأتراك وللعرب وللإيرانيين كتعداد عالمي. تركيا ما زالت بعيدة وتغرق أكثر وأكثر في الدم وفي التوسع العسكري الذي هو حقيقة لا يتناسب مع حجمها ولا قدراتها. ولولا الفوضى الموجودة ولولا التواطؤ الروسي الأمريكي لما استطاعت تركيا أن تتحرك قيد أنملة. والآن على يعني حكومة إقليم كردستان أن تكون واعية لما يجب أن تتحرك، وعليها أن تتخذ الخطوات التي تستطيع من خلالها إيجاد تحالفات تضعف وجود ثغرات لتسلل الأتراك إليها من خلال هذا الضعف الموجود في البنية المجتمعية الكردية. نعم دكتور صابر، يعني حقيقة موقف حكومة إقليم كردستان وأغلب أحزابها السياسية يبدو ضبابيا يعني من هذه المحاولات التركية.
بدقيقة لو يعني تفضل، باقي معنا دقيقة دكتور صابر تفضل. نعم يعني ليس كل الأحزاب، نحن في حركة التغيير يعني موقفنا واضح، يعني القوات التركية على الأراضي العراقية حقيقة، لأن هذه القوات مضرة بأقليم كردستان وكذلك بالعراق، ولكن ربما هناك حزب كحزب الديمقراطي الكردستاني قد يجد يعني مصلحته في تواجد القوات التركية على الأراضي الكردستانية العراقية، ربما راضية بذلك، وإلا ليس هناك كل القوات أظن يعني عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، أما بقية الأحزاب الكردية وربما الأحزاب العربية برمتها لا تقبل بتواجد أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية، لأن العراق عراق العراقيين ويجب أن يبقى حرا بعيدا عن القوات الأجنبية. نعم مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم، ولا سعني الآن أشكر ضيوفي، كان معي من أربيل الدكتور صابر إسماعيل عضو المجلس العام في حركة التغيير، ومن ألمانيا الشكر جزيل الشكر للدكتور علاء الدين الرشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان، وشكر موصول لكم على طيب وكرم المتابعة. مشاهدينا دمتم بخير وإلى اللقاء.